السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي العيادة البيطرية، النهاردة بناء على رغبتكم هنتكلم على الأرانب، وهنتكلم كمان معاها، هنزل لكم إن شاء الله بعد الفصل الأولاني التغذية والتحصينات اللي انتوا طلبتوها في أكتر من مرة. الأرانب من الحاجات اللي لها مميزات، احنا عارفين كلنا او اتفقنا مع بعض قبل كده على ان انا ما بربيش الحاجة الا عشان الربح. الربح جاي منها هربيها، الربح مش هيجي منها مش هربيها. طب اشمعنا الارانب الموضوع بالربح بتاعها كويس؟ لها فيها عوامل بتقولي لا انا عايز اربي الارنب ده. ليه؟ أول حاجة العمر المبكر للنضج الجنسي بتاعه. ممكن تربي الأحفاد مع الأب، يعني جنس واحد جيل واحد تلاقي الأرانب أحفاده وهو خلال عام واحد. القدرة على التوالد بسرعة بيولدهم، لأن الأرنب يا أخوانا في حالة شياع مستمر. تاني حاجة الفترة التسميم بتاعته قليلة، العمر التسويق بتاعه ما بيزيدش عن شهرين. كسرة عدد البطون، حتى لو لك يعني فترة الحمل بتاعه قصيرة قوي 30 يوم، سرعة نموه لأن كمية اللحم اللي بتطلع من الأرنب تقريبا بتاخد ربع الوقت اللي بيطلع اللحم اللي بيطلع من البقر. الأرانب لحومها صحية جدا. ليه؟ عشان قليلة في الكوليسترول وعالية في البروتين. تاني حاجة احنا ما بنفقدش حاجة خالص من الأرنب لما بيموت غير صوته، الفراء بتاعه. لما اكتر مبيعات الفراء او 90% من الفراء في بتاع الارانب، الروس او الزبل بتاعه افضل الاسمده، غاليه جدا في الفوسفات والبوتاسيوم والازوت. من الحق يعني الارنب في مميزات كتير قوي قوي احنا بنربيها. العائد الاقتصادي منه واحده منتجه ممكن تحصل على 50 نتاج في السنه. لو ارنبه واحده ممكن يجي لك 50 أرنبة في السنة. تاني حاجة سهولة التربية بتاعته، الفلوس بتاعته قليلة. مزاياها كتير قوي. عشان مزاياها كتير قوي ديت احنا هناخد بالنا منه شوية. أكتر حاجة فاكرينها بقولها لكم موضوع انتقال العدوى. انتقال العدوى عن طريق عارفين احنا قلناها كتير قوي في حتى في الحيوانات اللي هي كبيره. بنخاف من ايه؟ طريق العدوى، يا اما عن طريق التلقيح نخلي بالنا منه ونحافظ عليه ان احنا نبعد ما نجيبلوش طلوقه او نجيبله ذكر فيه عدوى. الاحتكاك المباشر والمعاشره لازم يكونوا الاثنين سلام، لان ممكن تعمل لنا مشاكل كوكسيديا. العدوى بتيجي من ايه؟ الغذاء اتلوث من البكتيريا الموجوده في الارنب المصاب. الهواء بيجي لك برضه متلوث بالفيروسات والبكتيريا، الحشرات اللي بتنقل، الناس اللي بتروح وتيجي، العدو الاساسي لمعظم الانتاج الحيواني الحيوانات القارضه او القوارض، الكلاب والقطط والفئران. لازم نقلل الحاجات دي، بتقلل حدوث الامراض وبيحدث وقايه منها. طيب لو حصل عندي مرض او حصل عندي مشكله في الارانب في القطيع بتاعي اعمل ايه؟ شويه ملاحظات بقولها لكم في الاول كده. اعزل الارنب اللي هو عيان ده، ابعده عن القطيع خالص، اتاكد انه خلوه من الامراض، اقدم له غذاء جيد متكامل خالي من المسببات المرضيه، انظف العنبر كويس قوي، اطهره بصفه مستديمه، التحصينات اللازمه لازم اعملها، اللقاحات والوقايه من الامراض لازم اعملها، زي مثلا التسمم الدموي النزفي والفيروسي والبكتيري. ظهور امراض على بعد الارانب يجب ان انا اتبع النقاط التاليه. اول حاجه عزل الارانب المريضه بعيد جدا عن القطيع، علاجها او اعدامها حسب الحاله المرضيه، عزل الارانب السليمه وفحصها يوميا وتقديم العلاج ليها، التعرف على مصدر العدوى لان انا اتجنبه، اطهر العنبر، التخلص من الميكروبات الضاره كلها. بدنا نستخدم ايه؟ المطهرات الكيميائيه زي فورمالدهايد، كلور، اليود،
رباعي الامونيوم. اليود له تاثير قوي جدا على الفيروسات. الانابيب الميه لازم اطهرها دايما بالكلور. ملاحظات يعني لازم احطها عشان اعمل احافظ على ايه الحاجه بتاعتي دي. طيب في ملاحظات عامه لازم اخدها في كل في تربيه الارانب. انا لسه ما بداتش في الامراض، انا بتكلم دلوقتي كل كلامي على التربيه. نعملها ازاي؟ احط فيتامين الف د 3 اهي قبل وبعد التحصينات، فتره النقل. فيتامين سي لازم برضو موجود. حالات الامراض، الحالات الجماعيه، ارتفاع حراره الجو، لازم ادي حاجات ترفع المناعه. اصابه الحيوان بالبرد او اثناء انخفاض درجه الحراره الجسم لازم ادي حاجات ترفع مناعتي. الاجهاض والاجهاد اتجنب حقن الايفوماك، انه ممكن يعمل لي حاجه زي كده هيعمل لي اجهاض او اجهاد. اتجنب برضو اعطاء المضادات الحيويه قبل وبعد التحصين. عدم التحصين للارنب وهو حامل للمرض. اعقم السرنجات بتاع التحصين قبل وبعد. لو استخدمت جرعه في تحصين لازم اخد الجرعه المنشطه ليها، لو لها جرعه منشطه، واهميه الجرعه المنشطه مهمه جدا. دي حاجات كلها يا اخوانا لازم نخلي بالنا منها مع بعض. ايه هي بقى الحاجه المثلى لتربيه الارانب؟ درجه الحراره بتبقى من 25 ل 24 درجه مئويه. نسبه الرطوبه المثلى من 40 ل 50% في الشتاء و 30 ل 40% صيف. التهويه لازم تكون جيده قبال بعض، بحري وغربي. الاضاءه لازم تكون 14 ساعه يوميا، لانها ده مثاليه لعمليه الاقصاب. بقلل الاضاءه في الصيف، لان الارنب حيوان بري دايما بيحب ينام في الجحور ويتدارم، مش لازم احطه دايما على طول الاضاءه شغاله معاه على طول. كل ارنب، خلي بالكم الحته دي، كل انثى اضع معاها، اجيب الانثى للذكر، يعني يتم وضع كل انثى في مسكن واقف ومستقل خاص بيه، ما خليش الذكر يروح له. الانثى تيجي الى مسكن الذكر للتلقيح، وليس مش انا ابعت الذكر ليه. الانثى بسيبها مع الذكر دقيقتين بس عشان ما ينخفضش الهياج الجنسي عنده، ويبدا يعني دوبك دقيقتين يتزوج معاها وبعد كده يمشي. عاده التزوج بعد 5 ساعات من التزوج الاول. يعني اعمل التزوج الاولاني وبعد 5 ساعات تانيين اعمل تزوج تاني. اتخلص دايما من المخلفات اليوميه، من البراز والنافق ولفات الولاده، مخلفات الاكل. يعني اتابع برضه في متابعه الميه، النبل بتاع ميه الشرب اتابعه. كمان اتابع الام يوميا، اشوف كميه الاكل كمان بتاعها كما ونوعا، اشوف قد ايه. اجراء البرنامج الوقائي والتحصين المزرعه ده معروف ولازم ابقى متابع معاه. طيب انا يا دكتور حامد، انت قلت ملاحظات حلوه قوي وقعدت تحكي معانا. انا عايز برنامج اليومي لمعاملات الارانب، اعمل ايه يوميا؟ اقول لك يا سيدي، رقم واحد تخش التهويه الجيده ومنع التيارات الهوائيه. رقم اثنين التخلص من اي اثار للبول او الزبل او النافع. يوميا بيغال فرشه باستمرار، نظافة وتطهير العنبر، الأرضيات باستخدام الصودا الكاوية أو البطاس. دايما في حالة وجود الأرانب، في حالة وجود الأرانب أعمل تجفيف للأرضية، أجففها كويس قوي. البوكسات والمعالف، ده كل ده شغل يومي. البوكسات والمعالف والمسائي أتخلص، يعني أتخلص من فضلات المزرعة فيها أول بأول. المرور على بيوت الولاده وازاله المخلفات اللي هي الميته الموجوده، تنظيف وتطهير صناديق الولاده، دي كلها حاجات مهمه جدا. المرور على جرد الميه، نشوف جرد الميه، التاكد من وجود ميه ولا لا، اتاكد من النبل، العلف، خالي من السموم الفطريه والمواد الغريبه ولا لا، برضه وضع العلف وماء الشرب يعني احطه في مواعيده واماكن محدده له بكميات مناسبه عشان هو الارنب اتعود على كده وعارف مكانه. بفضل وضع العلف يا اخوانا مرتين، ما بقللش ولا بزود، ولازم يكون نظيف بصفه مستمره
عشان ما قل... عشان ما اهدرش الكميه الزايده وبعد كده الزائد ده يصاب بالعفن فبعد الامر تجي الامراض بعد كده الارانب عشان ايه تاكل علي تاكل علي فيها عفن. ما استخدمش علايق متخزنه فتره طويله او متخزنه في مكان رطب، لازم اخلي بالي من الحاجات دي كلها. البرسيم والعلايق الخضراء لازم تكون نظيفه وخاليه من البلل والملوثات وفضلات الحيوان وتكون شبه جافه، ونخلي بالنا انها توضع بكميه مناسبه يعني عشان تبقى متدليه من اعلى القفص كده، وعشان نتجنب ازدحام اهدار هذه الكميه دي. كمان نخلي بالنا ان احنا نتجنب ازدحام الارانب، نحط اعداد مناسبه في المساحات المعقوله بيها، تجهيز بيوت الولاده الامهات قبلها زي ما احنا شايفينها قدامنا دلوقتي اهيت، قبل الولاده بثلاث ايام لازم اجهزها، ابص اراعي الامهات كويس، اشوف الامهات بتراعي صغارها ولا لا. خلي بالك لو لقيت ام شرسه ممكن اجيب ام تانية، عمليه تبني. ابص دايما لحيويه الارنب قدامي وحيويه الام قدامي، لو في اي مشكله ابدا استدعي الطبيب البيطري وابدا اشوف عمليه النافع. زي ما احنا قلنا في الاول عزل المريض دايما، ابعده اجراء التشخيص الحقل والمعملي والصفه التشريحيه لو في اي لزوم لكده. العلاج والتحصينات مهمه جدا اول باول، ما تسيبش العمليه كده، كلها حاجات بتؤدي في الاخر لمكسبك. كمان اتفادى عمليه النفوق واحاول اتخلص من الارانب النافقه واعدمها بالحرق. المطهرات والمركزات لازم اتابعها، التطهير الدوري. المهم بقى كمان بالنسبه لي التلقيح والجس، التلقيح والولاده والرضاعه والفطام، كل ده اتاكد ان الام متابعه للصغار ومتابعه للحيويات الصغار، وابص انا على حيويات الصغار اول باول. يعني اتعامل بلطف مع الارانب، ما اعملهاش ضوضاء واتجنب ازعاجها، بالذات الارانب الحوامل او الصغيرين. ما امسكش الارنب من ودنه او لا، يعني امسكه من رقبته، تنزل الارنب الصغير من يعني امسك الارنب الصغير من الحوض، من الحوض بتاعه، والارنب الكبير من جلد الرقبه بايدك اليمين، وبعدين تشيل ايدك برضو الشمال من يعني من ظهره كده، تحط ايدك تحت ظهره او تشيله من تحت الابط. يعني الحاجات دي كلها بتبقى مهمه جدا عشان ايه ما تنقلش الارانب بعد عند الفطام، تنقلها باليد، لا تشيلها في سله او في صندوق مناسب من البلاستيك تشيلها بيه، ما تشيلش بايدك كده، لان ده كلها عوامل استرس وضغط على الايه على الارنب، وبالتالي معدلات نموه او حدوث نفوه بيحصل حاجه زي كده. من الحاجات المهمه لو انا شغال في مزارع كبيره ارقم الارانب، تلقيم الارانب الجديده كلها بارقام معدنيه ابقى عارفها ومتابع ليها. التسجيل اليوم للولاده، التلقيح والولاده، اكتب تلقحت امتى، اتفطمت امتى، اتباعت امتى، اشتريتها امتى، جنستها امتى، كل الكلام ده كله لازم يتكتب عندك. خلي بالكم الحاجات دي، يعني التلقيح والولاده ومعدل النمو والفطام وحركه البيع والكلام ده كله لازم يبقى عندك سجلات خاصه بيه، واعمل بعد كده البرنامج الوقائي والتحصين للمزرعة عندي. لازم اتابع الحاجات دي، مهمة بالنسبة لي جدا جدا. طب انت متابع فيها الموضوع دي؟ طيب في ناس بتسأل، احنا قلنا طبعا حماية المزرعة من الكلاب والقطط ده لازم عنها، وبناس بتسألني كتير قوي على البرنامج ابعاد الاقفاص ومطارات الارانب، يعني القفص يبقى قد ايه، طوله قد ايه، وارتفاعه قد ايه. القفص يعني الطول بتاعه من 65 ل 70 لو كانت الامهات وبيت الولاده بداخله، والعرض 50 سم والارتفاع 50 سم. لو انتوا عايزين اجيب لكم الحاجات دي بعد كده اكتبها لكم بالنسبه للمقاييس عشان تقدر تعمل القفص، احنا ممكن ننزلها لكم على الشاشه بعد كده. المساحات قد ايه؟ في مساحات من 65 ل 70، وفي بالنسبه للطول العرض بتاعها والارتفاع بتاعها والاماكن دي كلها احنا ممكن ننزلها لكم ان شاء الله. هنتكلم دلوقتي على طب اسبوعي، برنامج المعاملات الاسبوعيه نعمل ايه لو احنا اشتغلنا كل اسبوع، اعمل ايه؟
أول حاجة أضيف الأملاح المعدنية وفيتامين سي بالذات، فيتامين جيم بالذات، ده مرة كل أسبوع. أعمل كمان أضيف ثنائي فوسفات الصوديوم بالتبادل مع السيلينيوم كل أسبوع. أضيف فيتامين ألف دال ثلاثة هي لمية الشرب مرتين أسبوعيا. لا احنا هنأجل، بعد إذن حضرتك هنأجل ديت، أيوه ده التحليل الغذائي لأشهر المواد المستخدمة دي، يعني بعد الفاصل ده اللي هم كانوا طالبينه، دي هنأجلها ديت دلوقتي. الشرب مرتين أسبوعيا، والتحصين ضد التسمم الدموي والفيروسي عند عمر شهرين بيعاد كل 6 شهور، وبنفضل إن احنا في شهر 3 و9 كل عام بنحقن نصف سنتي تحت الجلد لجميع الأرانب. التسمم الدموي البكتيري والوقاية من أمراض الباستريلا والكشف الأسبوع على أستاذ خالد يا يمنى، التحصين والاثنين دولت بعد الفاصل إن شاء الله، لأن دولت خارج الموضوع اللي هم معاد التحصين وجدول التحصينات ده بالنسبة للأبكار والجاموس. طيب الكشف الأسبوعي على الودان والأرجل، تأكد جرب أكتر الأمراض اللي احنا هنتكلم عليها. إجراء الحمامات المطهرة للمزرعة أسبوعين، كل أسبوع أروح أجيب المطهرات وأعملها في الإيه في المزرعة. الطفيليات، الدبان، الأوراد، البراغيث، كل ده أقومه الطفيليات عشان ما ياخدش من استهلاك نمو الأرنب واستهلاك الأرنب. طيب ده بالنسبة احنا قلنا المعاملات اليومية وقلنا المعاملات الأسبوعية. تعالي بقى، انا راجل مدير مزرعة وبروح لها كل شهر مثلا، اعمل ايه برنامج المعاملات الشهرية؟ اعمل ايه بالنسبة للأرانب؟ اعادة تلقيح الإناث من 2 ل5 أيام من الولادة، بعد 2 يومين من الولادة ابدأ ايه القح. تجهيز صناديق الولادة كلها قبل الميعاد بأسبوع عشان الولادة تتم بدون ضوضاء او ازعاج او اي مشاكل. مراعاة الحالة الصحية والحيوية ووزن الأرنب الصغير، يعني أجيبه أطمن عليه وزنه قد إيه ووضعه قد إيه. المزارع أغير السلالات، أحاول أجيب سلالات يعني أقوى من السلالة اللي عندي. دايما الأرانب السمينة عندي والكبيرة أبيعها أول بأول، ما خليهاش. الذكور والأفراد ضعيفة برضو أبيعها. الحاجات المصابة بعيوب خلقية أسمنها وبيعها، ما خليهاش في المزرعة. طبعا الوزن والترقيم والتسجيل والفرز والشراء أو بيع ده كله أعمله لو دعت الضرورة، كل شهر أعمل الموضوع ده. طيب أعمل إيه في الأرضيات؟ النظافة اليومية للأرضيات دي مهمة جدا. البطاريات لازم النظافة أتابع يوميا وأسبوعيا. ومهم قوي يا أخوانا كمان ان انا الزبل اشيله خالص، اشيل البطاريات، الزبل الموجود في البطاريات يتنظف اول باول، اجمعه، لان ده خلي بالكم غالي جدا. بعدين كده انضف بايه؟ فرشه خشنه، استخدم ميه وصابون، بعد شويه اسيبها 24 ساعه تجف، وبعد كده احط عليها مطهر، اتاكد الميه اللي جايه لي نظيفه، خزانات الميه نظيفه، المواسير ونبل الشرب والادوات بتاع الشرب والادويه، اتاكد ان كل الحاجات دي اول باول سليمه، ما اسيبش الصدى ياكل المكان ويعمل خزانات ويعمل لي مشكله بعد كده. غسل العش بتاع الولاده، صناديق الولاده برضو، ميه والصابون، فرشه خشنه، اطهر بصودا قويه، بعدها اسيبها معرضه للشمس 24 ساعه. فترة الرضاعة خلي بالي منها برضو، من الحاجات المهمة جدا يا اخواننا خلي بالنا منها. الرضاعة بتقعد شهر، التزاوج يمتد يعني طول العمر، يعني عند حياتها كلها تزاوج وانتاج. كل فترة الارنب اكتر حاجة، اقصر حاجة في الحمل شهر، 31 يوم 31 يوم بالظبط هي فترة الحمل بتاعها، وبعد كده تجيب لك نتاج. دايما في حاله شياع على طول، 15 16 يوم شياع، يعني هي بتقعد 30 يوم حمل وتقعد 15 16 يوم تشيع. التبويض بتاعها دايما بيتم بعد من 8 ل 10 ساعات. بتيجي على طول بعد الولاده، بنطط عليها بخصص ذكر واحد لكل 25 لكل من 25 انثى، يعني من 20 ل 25 انثى اخلي لهم ذكر.
طب الذكر ده يلقح كم واحده في اليوم؟ ثلاث ناس. الانثى بتولد 7 ولادات على الاقل في العام، يعني تخيل بتجيب لك 7 مرات نتاجات. عمر الانتاج بتاعها 3 سنين. لازم كل الحاجات دي يا اخوانا نبقى شايفينها ومتابعينها وعارفينها. يعني لو احنا بصينا على الفيديو الموجود يعني نزلوه بتاع الولادات، ننزله تاني ونشوفه ازاي النتاج ده الصغير خالص ده الوضعه زي ما انتم يعني الاهتمام بتاعه غايه في الاهميه. لو احنا نزلناها تاني ونركز فيه، طب ايه هو التغذيه اللي انا اديها للارنب؟ دي مهمه جدا. المكررات الغذائيه اللي اديها للارنب اديها له بعد قد ايه؟ الرضاعه في الاسبوع الاولاني زائد 25 جرام علف، الاسبوع الثالث الرضاعه العاديه و50 جرام علف. يعني هنبدا كل اسبوع نزود 25 جرام، الاسبوع الرابع الرضاعه برضه العاديه ونوصل لغايه ايه 80 جرام علف. وبعد كده الاسبوع الخامس بنحاول نفطم بقى الارنب وبنديله العلف بتاعه ايه من كيلو لكيلو و100 جرام في اليوم. الاسبوع اللي بعد كده او السادس فاكثر بندي من 100 ل150 جرام علف في اليوم. الامهات المرضعات بندي لها من ربع كيلو علف في اليوم. الامهات الحوامل والتسمين بنديها 300 جرام في اليوم. ديت المكررات الغذائيه اللي احنا نخلي بالنا منها في الارانب. علي الامهات يا اخوانا اللي هي المرضعات والحوامل ديت من يعني نخلي بالنا نزود شويه في الاكل بتاعهم، ولو زودنا شويه ما فيش اي مشكله ان احنا نضيف نوصلها 300 جرام او 350 جرام. الاعلاف المصنعه لازم يكون فيها كميه من الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، الاملاح النادره. معدل استهلاك الغذاء اليومي للارنب تقريبا 100 جرام للامهات، وللذكور تقريبا 150 جرام للامهات الحوامل او المرضعات. انا عايز اقول ايه من القصه اللي انا قاعد اعد لكم فيها ديت؟ اهم حاجه احنا بنتكلم فيها ان احنا نربح من اي حاجه بنربيها. لو ما عملناش الوقايه بتاعتنا والتنظيف بتاعنا والهيجين والتحصين اللي احنا بنقوله في الارانب هو اللي احنا بنقوله في البقر، هو اللي احنا بنقوله في اي حيوان، لازم كل حيوان ياخد كفايته من التغذيه تبقى جيده جدا. لازم يكون المسكن بتاعه نظيف ومطهر ودخله شمس ودخله ميه. لازم يبقى عينينا في راسنا في المربين الارانب بالذات. الام ممكن يحصل افتراس لانها تاكل ولدتها، فدايما نخلي الباب بين الام وبين الولدات مفتوح، ما ننساهوش، نخليها تبقى مضطره تقعد معاهم، تضطر يحصل عمليه الافتراس. انظف زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، انظف اول باول المكان، اغيره، اتابع التغذيه واتابع التطهير لهم كويس جدا. دايما التحصينات والجرعات المنشطه، ما حصنش حيوانات عليها اعراض. دايما اتجنب لو في اي ارنب او اي حاجه عليها اعراض ما اجيش اقول له ده تحصين واديله تحصين لانه هيزود القصه دي. دايما ابص على الميه، الميه جايه سليمه ولا لا، عيني على التزاوج، عمليه التزاوج، اسجل زي ما هو بيعمل دلوقتي، اسجل في اليوم ده تم التزاوج بينه وبين الانثى دي، ارجع له الانثى دي بعد 5 ساعات تاني ياكد عليها مره تانيه. الارانب من اكتر الحاجات يا اخوانا اللي بتدر ارباح لو اتعملت صح، وزي ما احنا قلنا لحمها من افضل اللحوم لانه عالي في البروتين وقليل جدا في الكوليسترول. الولده بتاعتي لازم اراعيها، لازم زي ما انتم شايفينها قدامنا دلوقتي اتاكد ان هي رضع من امه. طب افرض ما لقيت الام مش راضيه ترضع، مش راضيه ترضع بتاع، اجيب الام البديله. مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله بعد الفاصل
احنا هناخد فاصل صغير دلوقتي، وبعد الفاصل هجيب لكم التركيب الغذائيه لاشهر المواد الغذائيه اللي احنا والجدول اللي كان نزل لنا ده مع التحصينات بتاع البقر. وطبعا هنستقبل لكم مكالماتكم واتصالاتكم الى جانب وجود التحصينات اللي انتم دايما تسالوا عليها كده. فاصل وانا تواصل. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. عايز بس انوه يا اخوانا ان اي استفسارات او طلب في زياده معلومات اكتر، في هو في كتاب اسمه كتاب العياده البيطريه، ده موجود في السوق من اعدادي وتاليفي، فلو عايز من حاجه يخشوا عليها. التركيب الغذائي لاشهر المواد العلف المستخدمه في تغذيه الحيوان. انت كنت سالت دكتور ايه الذره الصفراء، الماده الجافه كام، البروتين كام، التي دي ان بتاعها كام، عشان كل واحد فيكم بالنسبه للتغذيه يقدر يحدد الكميه المطلوبه ايه. فهي احنا نزلناها لكم ان شاء الله النهارده اهو، وهنسيب هنسيبها شويه على الشاشه عشان اللي عايز يقدر ينقل اي حاجه ينقلها. ده التركيب الغذائي لاشهر مواد العلف المستخدمه في تغذيه الحيوان، يعني اشهر مواد احنا بنستخدمها كلنا موجوده فيه. هم جبت لكم 10 مواد، ماده العلف الموجوده، والماده الجافه اللي فيها دي اللي هي الدريمات قد ايه، البروتين الخام بتاعها كام، الطاقه بتاعتها او التوتال دايجستور نيتريت بتاعها كام اللي هو التي دي ان، الالياف الخام، الاسيد ديترجنت فايبر بتاعها كام اللي هو الاي دي اف، السليلوز واللجنين كام. ده 5 مواد اهو اللي يقدر يصورها على الشاشه بسرعه او ينقلها لو نقدر ايه ينقلها قبل ما ايه من تعامل ان شاء الله. طبعا اكتر نشوف اللي بعدها، في الذره الصفراء، في السرجم، في الذره الشاميه، في الجلوتوفيد، في اللي هي ايه الرده او زوائد. هناخد حسن من البحيره. الو، السلام عليكم. عليكم الصلاه ورحمه الله وبركاته. احنا هنسيبها لكم برضه عشان تلحقوا تنقلوها برضه. ايوه يا حاج حسن، الله يكرمك. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك فضل الحاج حسن، نور الشاشه والله. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك. الله يكرمك. طبعا احنا متابعين، انا طبعا بربي غنم وماعز يعني علف. حضرتك متابع مع حضرتك على طول. انا كان جالي من فتره كنت مجيب جثان عشان يعني اعلفهم، كان تلاقي جدي يبص تلاقيه كده يتنفخ وحصانه يريب، والدكاتره بيجيبهم بقوا بينوها لي انها يقولوا ايه يعالجوها على اسمها بشمي، وفي ناس ثانيه دكاتره بقوا يقولوا ده حاجه اسمه مرض وهمي ما فيش حاجه، وتبص تلاقيه مكشوم عليه اعراض انتفاخ، وتلاقي صدره جاي لمجنوب، وتلاقي ايه التعب في التنفس وما فيش بشمال. طبعا حضرتك كنت اتكلمت عليها مره الضوء وقلت دي انها بتبقى مرض تنفسي، بس انا ساعتها انا متابع حلقات حضرتك كلها يعني، بس ما ساعتها ما لحقتش خدت الموضوع جوه من حد، فانا عايزك تلقي لي الضوء على ديت يا ريت يعني لو تكرمت، والعلاج بتاعها الادويه اللي نديها بحيث لحد الان ما فيش واحد عرف يكتشفها لي، وحصل نفوخ حيوانات كثيره عندي. حاضر يا حاج حسن، هو انا قلت لك قبل كده يا حاج حسن الحاجات اللي هي في النسبه للاغنام بالذات والماعز، بدان بيحصل نفوق كتير وفجاه وبيبقى اعراض، الاعراض اللي انت بتقولها دي ممكن تتفق مع حاجات كتير قوي، الا عدم الاكل والرياله والنفخه والبشمه زي ما انت بتقول، ممكن امراض كتير بتتفق بتبقى اعراضها نفس الاعراض دي. ايوه انا هشكرك يا حاج حسن عشان اخد الحاج احمد من الداهليه عشان هكمل مع حضرتك برضو الاجابه بتاعك ان شاء الله. حاج احمد الدهليه. ازيك يا دكتور حازم؟ اتفضل يا حاج احمد. ازيك يا باشا؟ الحمد لله رب العالمين. احنا عندنا عندنا مواشي ومش مسافلين الحظيره، بنردم بشرب يعني، وبيجي في عقول عندنا عقول بار بتسيب للعنف ده وتفتقد على الشرب وتفلوا بحالها كل العيد. عندي في نقص مواد في الاعلاف، نحط المركزات، نحط عرفنا هذا الصفر يعني نحطه له عشان ما يروحش للشرب وياكله. طيب يا حاج احمد مشكلتك ايه بس عشان الحق اخد محمود من الغربيه؟ فضل يا حاج احمد قول لي مشكلتك بسرعه وبعد كده اخد محمود من الغربيه. فضل يا حاج احمد. الشرب يا عجل يعني بيخش ياكل الشرب من تحته.
تمام بياكل الشرب من تحت او بياكل الطين زي ما احنا بنقولها بالعربي يعني. حاضر حاضر عليك بيحلكوا كده او بياكل من تحت. حاضر 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 يا حاج احمد هجيب لك عليه. حاج محمود، حاج محمود من الغربيه. ايوه اتفضل يا دكتور. اتفضل. بعد اذن حضرتك عاوزين نعرف بس التحصينات بتاعت الايجور للبتلو، انا عامل مشروع البتلو وكده. تحصينات عاوز اعرف التحصينات بتاعتها. تمام لو ان شاء الله خليك معايا في الحلقه دي. انا جاي عامل جداول تحصينات الابقار والجاموس من اول خلال طول السنه، انقلها برضه هسيبها لك وانقلها ان شاء الله. ماشي حاضر. والاعلاف حضرتك الاعلاف برضه ما هي موجوده؟ الحته شفتها ولا ما نبا يعني ديت للارانب وكده؟ هنستأذن اخونا المخرج ان هو يجيبها لكم ان شاء الله قبل التتر النهايه بشويه، يبقى يخليها لكم اللي عايز ينقلها بعون الله. اخونا احمد من الدهليه اخوانا بيتكلم على الحيوان اللي عنده اول ما بيخش بياكل في الشرب خالص، بياكل في الطين كله، او حيوان اخر مكان في رمل ياكل في الرمل كله. ديت بتبقى نعم ديت بيبقى نقص في الاملاح المعدنيه. لازم تجيب يا حاج احمد قوالب لحس معدنيه، وكنا قوالب محترمه مصدرها مصدر محترم فيها جميع الاملاح المعدنيه النادره، وتحطها للحيوان، زائد تضيف الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي هو البريمكسات، تجيبها من اي بيطري فاتح مكتب بيطره، تجيبه وتحط على الطن بالنسبه لك 2 كيلو او 3 كيلو على الطن بتاع العلفه بتاعتك، وتخلطهم. ده الحيوان هيبطل اكل في الرمل او هيبطل لحس في الطين زي ما حضرتك. ده بقى نقص املاح معدنيه. حاج حسن كان بيسالني على كميه النفوق الكتير. هناخد الحاج عبده من الشرقيه. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور انا عندي عجلتين بقر بيعملوا شياع، وبعد كده نزلوا نقطتين دم كده في الدوره. فانا خايف من الموضوع ده، مش عارف، عاوز حضرتك تطمني. يا حاج عبده مولاي، يعني انت الموضوع ده طبيعي، بس انت متاخر قوي في الشياع. يعني العجله ما دام نزلت دم بعد الشياع يبقى هي بتقول لك ان انا خلصت الشياع خالص ومش هينفع تلقحني بعد الدم ده. ماشي يا حاج عبده، هو ده طبيعي، ده بنسميه النزيف بعد دوره الشبق او الدم اللي بيجي بعد دوره الشبق. فخلي بالك من الموضوع ده قوي، اول ما تلاقي الدم نزل يبقى تعرف انها خلصت دوره الشبق بتاعها، وده شيء طبيعي بينزل بعد نهايه كل دوره شبق، وبيبقى ظاهر قوي في البقاره عن الامهات. ما هي بكاره فعلا يا دكتور. شكرا يا دكتور. اشكرك يا حاج عبد. الحاج حسن كان على موضوع الكوليسترول، موضوع النفوق. انا بقول لك يا حاج حسن في مرضين اساسيين في الغنم، خلي بالك منهم كويس قوي، ولازم تحصنهم كويس قوي، لازم تبقى خلي بالك من التحصين بتاعهم، اللي هو الكوليسترول والباستريل، اللي هي الامراض اللاهويات والباستريلوز. ديت اهم حاجه في قطيع الاغنام او قطيع المغز اللي عندك، لازم التحصينات في زي ما احنا هنعرض دلوقتي برضو الابقار والجاموس برضو يبقى فيها الغنم. معانا اتصال. زي ما احنا هنعرضها دلوقتي يا حاج حسن، انا كاتب لك جدول التحصين ده بالبقر والجاموس والاغنام والماعز تقريبا شبهه بالظبط او زيه. اهم حاجه في الغنم تخلي بالك من الكوليستريديا اللي هي اللاهويات. تحصينه بره اسمه ايه؟ يا تجيب الكوفاكسين، يا تجيب الوان شوت الترا، يا تجيب اي منتج بتاع اي شركه، انا مش عايز يعني كوبيلاك، اي منتج لاي شركه بيحصن ضد ايه؟ اللاهويات. ده مهم جدا بالنسبه لك انك تجيبه وتحصنه، وبرضه تجيب حاجات تحصن ضد الباسيلا زائد الحمى الكلعي. يعني احنا عندنا مثلا هو جدول تحصين الابقار الخاص بالابقار والجاموس، يا ريت تكتبوه ورانا يا اخوانا وتخلي بالكم. الحمى 3 ايام مره كل سنه، البروسيلا لو طلب التحليل بتاعها كل 6 شهور. هو بيجيب لك ويعيد لك مره تانية. اختبار السل، لو عندك اختبارات للسل بتختبر تبي مره كل 6 شهور بالنسبه للقطيع بتاعك. ده احنا اجبنا كده على الحاج حسن، واجبنا على الحاج احمد، واجبنا على الحاج ناخد الحاج مين من الدقهليه؟ حاج احمد من الدقهليه. الحاج احمد من الدقهليه. اتفضل يا حاج احمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حاج؟ اهلا وسهلا.
الوقت انا قبل كده اتصلت على حضرتك وقلت لسيادتك عاوزين نعرف المرض بتاع البط المسكوفي اللي هو الكوليرا علاجه ايه؟ انت البط المسكوفي حضرتك انت عايز حلقات في الكوليرا؟ ماشي يا حاج، هنعمل لك حلقات قريبه ان شاء الله بالنسبه للبط. هناخد بس الحاج محمد من المنيا. ايوه الحاج محمد من المنيا، اتفضل. اشكرك يا حاج احمد. اتفضل يا حاج محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل سامعك. انا عندي قطيع ما ياكل ممكن بلاستيكات او اي حاجه. ايه؟ طريق او ممكن طبيعي يعني. يا حاج محمد على مهلك بالراحه كده، في ايه مشكلتك عندك؟ في ايه؟ ممكن ياكل صفيح. ياكل ايه؟ صفيح او جزايز او اي حاجه، او ممكن ياكل بلاستيك. يعني انت عندك بقر بتاكل صفيح، بتاكل ازايز، بتاكل بلاستيك، بتاكل اي حاجه من الحاجات دي. ايوه اللي هي بنسميها الشهيه السيئه او الشهيه يعني بقدر الامكان يا حاج محمد ابعد الحاجات دي عنها. يعني في حيوانات بتبقى عندها الشهيه السيئه ديت انها تاكل اي حاجه من الحاجات دي، بقدر امكانك ابعد الكلام ده عن الصفيح والازاز والبلاستيك والكلام ده عن الاكل بتاعها، ودايما خليها ايه موجوده جوه عندك في حظيرتك. الحاج حسن من البحيره. ايوه يا حاج حسن. انا لحضرتك سالتك دلوقتي عن الكوستريليا، انا حسب لو حصل المرض نعالج بيه نحط، لان انا عندي حالات. تمام يا حاج حسن، لو المرض يعني لو المرض حصل وانت ما حصنتش تعمل ايه؟ انا مش محصن حاليا وهزيد علاج دلوقتي. ايوه انا هقول لك اهو، خليك معايا. هتدي اول حاجه يا حاج حسن هتمنع المركزات نهائيا، المركزات اللي هي الاعلاف المركزه هتمنعها، دي رقم واحد، هتمنعها من قدام الاغنام بتاعتك. رقم اثنين هتحط دريس للاغنام بتاعتك، دريس هتغذيهم على الدريس فقط لا غير. رقم ثلاثه هتستخدم البنسلينات بجرعات مكثفه. هتستخدم البنسلينات بجرعات مكثفه، وبنسلين زي صوديوم 100,000 جرعه او 100,000 وحده انترناشونال يونت ممكن تستخدمها للحيوان، او في ادويه موجوده دلوقتي عاليه في يعني ممتازه فيها كميه البنسلينات، يعني ممكن تستخدم الاكسيد، اي ادويه في السوق فيها بنسلينات او ما لقتش البنسلينات اشتغل على الاكسيد والدراكسين لو انت عايز تشتغل، او المربوسين. حضرتك سامعني ولا ايه؟ حضرتك. ما انا بقول لحضرتك اول حاجه تمنع المركزات، دي رقم واحد. ما قلتش خالص، انت بتشتغل على ادويه ثانيه يعني، لو ما فيش. اسمعني يا حاج حسن، يا حاج حسن من فضلك اسمعني واكتب ورايا عشان تبقى ايه تعمل ايه. يبقى اول حاجه تمنع المركزات نهائيا من قدام الغنم بتاعك. رقم اثنين تحط دريس، واخد بال حضرتك، مكان المركزات. رقم ثلاثه تحقن حيواناتك كلها باي نوع من البنسلين، بنسلين جي صوديوم، بنسلين ستوبنسيد، او ما لقتش الحاجات دي اشتغل بالمضادات الحيويه الغاليه زي الدراكسين او الاكسيد او المربوسيل، اي حاجه من دول. تمام. الحاجه الاخيره بعد ما تعالج الحاجات دي كلها وتعمل علاجاتك، يوم ولا يومين حصن برضو، حصن الايه ضد اللهويات، لانه بيبقى تحصين اجباري في الوقت ده، او تحصين اضطراري، تحصين بيبقى تحصين بنسميه يعني اضطراري، له نحصنه بس بعد ما تعمل الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها دي، وتعزل اللي عليه الاعراض واضحه جدا. اشكرك يا حاج حسن. بالنسبه لاخواننا، انا سايب المخرج مش عايز يجيب عليها الصوره خالص، وجايب لكم التحصينات دي مهمه جدا عشان قبل ما الحلقه تروح مني تبقى انتوا عارفين اللي انتوا بتطلبوه كل مره انا بجيبه. جدول التحصين الخاص بالابقار والجاموس، ميعاد التحصين واسم التحصين. ميعاد التحصين بالنسبه للحمى الثلاث ايام مره كل عام، قلنا البروسيلا، وقلنا اختبارات البروسيلا، وقلنا اختبارات السل اللي بعد كده. انت بتعيدها لهم تاني؟ ماشي، يعني يا ريت كله بقى يكتب. في اتصال تاني. يا ريت كله يكتب ايه الحاجه ديت، يبقى انتوا عارف التحصينات اللي لازم تعملها كويس جدا. اللاهوئيات مره كل 6 شهور، اللي بعد كده مرتين في تديهم الجرعات بتاعتهم.
طبعا جرعتين بينهم ست اسابيع لثمان اسابيع 42 يوم، وبتكرر كل ست شهور الجرعه دي. معانا الحاج مسعد من دمياط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اذن حضرتك اعرف طريقه تغذيه الارانب. طريقه تغذيه الارانب تقريبا قلتها في اخر الحلقه يعني لسه افضل على معلش ما كنتش موجود لو سمحت قالها ثاني. طيب سمعت حاجه تاني. حاضر يا حاج مسعد. انت ان شاء الله الحلقه دي هتعدي يا اخوانا الساعه 11 ل 12 بالليل. اللي ما لحقش يشوفها دلوقتي يلحق يشوفها من الساعه 11 ل 12 بالليل، ويكتب كل اللي هو عايزه وراها ان شاء الله. ده التحصينات تقريبا كلها. مين؟ الحاج محمود من الغربيه. الحاج محمود من الغربيه، اتفضل يا حاج محمود. لو سمحت يا دكتور بعد اذنك. اتفضل يا حاج محمود. ايوه، عند الجول بقر جالها بتاع زي قود بتاع قراب حوالين عينيهم ودانهم وكده. جالهم قوب ولا قراد؟ لا بتاع اسمه ايه يا رب اللي هو زي قوب. القوب، القوبه. جات لهم قوبه. هم اعمارهم كام يا حاج محمود؟ اعمارهم 4 شهور. 4 شهور. طيب غذيهم كويس اولا يا حاج محمود. تغذيه، انا اسال ليا راي في موضوع القوب ده، هقوله برضه ليك ولاخواننا. هو الرينج وورم او القوب يا اخوان. هناخد مين؟ الحاج ياسر من سوهاج. اشكرك يا حاج محمود وهاجب عليك ان شاء الله. الحاج ياسر من سوهاج، اتفضل يا حاج ياسر. يا دكتور اتفضل. لو سمحت، انا عندي بودره صرفت من شهرين وبلغت عليها عادي بعجل طبيعي يعني. وبعد شهرين دول راح تنقل لي سبه تخين، فجبت واحد عكسها يعني راح قال لي دي فاضيه ويمكن صافه. يعني انت لقحت. اتفضل يا دكتور. جبت دكتور عشان نقول البقره صافه ونزل سبه تخين، قال لي دي سيبها يومين عشان هي لسه ما نطتش يعني فقاش، وراح اتكفت على كده ما صرفتش ثاني. طيب يا حاج ياسر، يعني انت جبت لها دكتور شافها وقال لك ان هي لسه مش جاهزه لايه؟ للتلقيح وسكتت خالص. تابعها. اتصلت بيه. ايه؟ اتصلت بيها انا عشان دي لقحها ونقول له معايا البقره مدلل. يعني هو جه لقحها ما لهاش شيعه وقال لك انتظر عليها لما تشيع، صح؟ طيب خلاص وما شاعتش. وما شاعتش هي. بعد يبقى بس مدلل سته تخينه يا دكتور. تمام، يبقى هي عليها دوره وراحت خلاص الدوره بتاعتها، استنى عليها 21 يوم وهات واحد تاني غيره يفحصها لك ويلقحها لك ان شاء الله. طب ماشي. شكرا يا حاج ياسر. الحاج محمود من الغربيه بيسال على القوب او الرينجو. انا بقول ان القوب يا اخوانا ده مرض موسمي مرتبط بالمناعه. يعني الحيوانات اللي عنده ديت اللي هي بقى لها 4 شهور لو اتغذت كويس وبدات مناعتها تزيد، هيجي قبل البيع بتاعها بشهر او بشهرين لما توصل 350 كيلو 400 كيلو ده هيروح لوحده. القب ده هيروح لوحده. وانا بقول مرض مرتبط بمناعه الحيوان، لو الحيوانات مناعته زادت بيبقى ايه بيعالج نفسه، لو الحيوان مناعته ضعيفه وداخل عليه كذا ستريس بتبقى القبه دي موجود. ده يعني انا في المزارع بسيبه بقول له ما حدش له دعوه، وبعد التغذيه الجيده والمتابعه الجيده بيروح لوحده. لكن بالنسبه للحاج محمود انا مش هقدر اقول له سيبه ما تعالجوش. انا هقول لك طريقه حلوه يا حاج محمود، الطريقه القديمه، الطريقه اللي احنا بنستخدمها من قيمه 10 سنين او 15 سنه. هتيجي بقطنه صغيره وفيها جفت او فيها او ماسكها انت باي حاجه القطنه ديت، وتعص القطنه ديت شويه بنزين وتلك المكان الاوبه اللي موجوده دي وبالذات في الاطراف بتاعتها. هتفضل تعص بالقطنه بالبنزين دي تقعد تلف حوالين الاطراف ديت في مكان الاوبه لغايه ما يحصل لك حاجه بنسميها اوزنج اوف بلاد، يحصل لك يعني تنزل دم. البنزين هيكحت لك القصه دي كلها وينزل لك دم. وبعد كده حط عليها صبغه يود 2.5% او 5 صبغات يود مركزه او ايودين مركز، ورشها على الاوبه دي مره او اتنين، هتلاقي الموضوع خلص خالص وبدا الشعر يطلع مكان الاوبه دي. ولو انت غذيتها كويس وديت الحيوانات اكله وتابعته كويس هي هتروح لوحدها. نشكرك يا حاج محمود من الغربيه. مشاهدينا الاعزاء، في اتصالات تانية يا استاذ هشام؟ لسه في اتصال. طيب الموضوع بتاع التحصينات هنرجعه لكم تاني وننزله لكم مره تانيه.
موضوع التحليل الغذائي لكل مادة ده مهم جدا، ولو خدت التحليل الغذائي للمادة ديت وكل مرة كنت بقول لكم كمية البروتين وكمية الطاقة، تسألون طب البروتين كام؟ طاقته كام؟ طب فجمعت لكم أشهر المواد الغذائية اللي موجودة اللي انتم ممكن تستخدموها في تغذية حيواناتكم، وجبت لكم التحليل الغذائي بتاعها. القواعد اللي احنا قلناها قبل كده بالنسبة للتغذية، كل من خلال الجدول ده انت هتعمل التركيبة بتاعتك دي بقى، كل 100 كيلو جرام حي من وزن الحيوان الحي بيحتاج من 2.5 ل 3 كيلو جرام مادة جافة. قلنا المادة الجافة اللي هي أول حاجة في الجدول اللي هي بنسميها الدراي ماتر. أول حاجة هتشوف كل منتج من المنتجات ديت أو كل عنصر من العناصر دي المادة الجافة فيها قد إيه. هناخد أخونا رجب من أسيوط. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامد؟ اتفضل يا أخونا رجب. والله أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده بالنسبة للتلقيحات الصناعي. نعم. وكان في حاجة أنت قلت لنا عليها حضرتك إن عند البقرة ما تولد ما نجيش نتدخل في الولادة نهائيا. تمام. وبعد الولادة برضه ما نحطش أي لوجن ولا أي حاجة ولا ما نتدخلش تماما في الرحم. تمام. عملنا حضرتك النظام ده، البهايم اتأخرت في العشر وقعدت 4 شهور وتالوا اللي قعدت 3 ليه سبتها 4 شهور وليه سبتها 3 شهور؟ انا قلت اول حاجه عدم تدخل في الولاده، وتاكد المشيمه نزلت، تاكد ان اللخيه بتاع الحيوان اللي هي افرازات الحيوان كلها نزلت. بعد مرور 21 يوم تجيب طبيب بيطري ذو امانه ومتخصص يفحص لك الرحم. يعني 28 الرحم رجع لوضعه الطبيعي ولا ما رجعش لوضعه الطبيعي؟ رجع لوضعه الطبيعي والافرازات سليمه والنظيفه، يبدا يدخلها في شياع، يبدا يدي بروستاجلاندين اف تو الفا مره واثنين وثلاثة، بعد 10 ايام يدي جرعه، وبعد 10 ايام يدي جرعه، وبعد 10 ايام جرعه. استحاله هتيجي قبل ال 50 يوم وهي الا وهي شائعه، وهي الرحم نظيف جدا ما فيش فيه اي مشاكل، وتبدا تلقح، تجيب نفس الدكتور الشاطر يلقح لك تلقيح صناعي، هتمسك البقره معاك او جاموسه في خلال شهرين او 3 شهور لازم تكون ماسكه. طب احنا كنا بنعمل بعد ما بتنزل المشيمه يا دكتور، كنا بنجيب لبوس، كنا بنجيبه مستورد كده برشامه لبوس كده، وكنا بنحطها في الرحم يا اخي 40 يوم بالظبط. يا استاذ رجب، نلقحها من اول تلقيح تمسك. يا استاذ رجب، انا قلت مره الرحم منطقه عسكريه ممنوع الاقتراب او التصوير، قلت الكلام ده كذا مره فيه. كل ما يكون الرحم نزل الام الجنين نزل منه ومفيش تدخل في الولاده، خلاص مالكش دعوه بيها، خلص اللي بعد 21 يوم، وتتاكد ان هي بتاكل كويس وريحتها كويسه وافرازاتها كويسه. لو اتدخلت في الولاده وساعدت اقول لك مفيش مانع تدي انتي بايوتيك، بس المضاد حيوي يعني، او اللبوس اللي انت بتتكلم عليه، بس ده الاختيار الثاني. الاختيار الاولاني ان انت ما تتدخلش خالص، وما تتدخلش في الولاده خالص، وتسيب الحيوان ينظف نفسه بنفسه، ما تجيش ناحيه الحيوان بتدخيل ايد او بتدخيل اي مضاد حيوي، الا اذا اضطررت والحيوان حرارته عليت وما كلش وجايب رائحه كريهه من المهبل بتاعه، ابدا اديله المضاد حيوي الموضعي والعام، ادي مضاد حيوي عام ومضاد حيوي موضعي. بعد 21 يوم، بعد 21 يوم لازم تفحص الحيوان مره ثانيه، هل الحيوان ده رجع للرحم، رجع سليم 100% ولا لا؟ وتبدا تعمل مساج لليوترس للرحم يعني، وتبدا تدي حاجات تخلي الرحم يخش في الشياع. احسن علاج للالتهابات الرحميه انك تدخل الحيوان في الشياع، سواء كان شياع طبيعي او شياع اجباري. تمام. واخد بالك؟ تمام. وابدا هات الملقح السليم اللي يعرف يلقح، ممكن تبقى الحيوان عندك 10 على 10 وديته لملقح مش كويس يعمل لك التهابات في عنق الرحم، يعمل فرح العمده زي عندكم في الصعيد دايما يضربوا نار كده في الهواء. والله يضربوا نار في الهواء كده، هو برضه يدخل القسطره ويضرب في الهواء، يضرب في المهبل بره وما يدخلش ناحيه الرحم. لا والله عندنا دكاتره محترمين بصراحه يعني، عندهم خبره جدا يعني. ربنا يبارك لك فيهم. انا عارف الناس بتوع صهاد بتوع اخميم وبالذات وسقلته وسفلاج والاماكن دي كلها، ناس خدوا معانا فتره طويله في التلقيح الصناعي.
ايام ما كنا بنسلم من عجلات العشار للمرأة الريفية، وكنا احنا عملنا مراكز تلقيح صناعي كبيرة في هناك، ففي ناس بيجدوا تلقيح صناعي. اشكرك استاذ رجب. مشاهدينا الاعزاء، النهاردة كلمت معاكم على الارانب، تربية الارانب وازاي نحافظ على الارنب وايه المكونات الغذائية للارنب، وقلنا الهدف من تربية الارنب، من تربية اي حيوان بالنسبة لنا هو الربح، فأكتر حاجة تحقق لك ربح هي دي اللي تحافظ عليها. إن شاء الله اليوم السبت القادم هنتكلم بقى على أهم الأمراض اللي بتصيب الأرانب. قلنا النهاردة تربية الأرانب والبرامج بتاع التربية بتاعتها. إن شاء الله يوم السبت القادم هنتكلم على أهم الأمراض اللي ممكن تصيبها وأهم التحصينات اللي أنا أديها للأرنب. مشاهدينا الأعزاء، سعدت بلقائكم، وعلى لقاء على لقاء آخر إن شاء الله يوم السبت القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.